مرحبا شباب، يعطيكم العافية وياكم نايت في لعبة دشن. اليوم راح أتكلم عن الباثيون ريد، المعلومات اللي وردتني عشان نعرف ونشوف شنو في من الشغلات اللي راح نسويها كأسابيع راح تمشي عليها. طبعا هذه تشالنجات لازم تعرفونها. طبعا في الأسبوع اللي هو الأول راح يكون الويك 1 حق التشالنج مال تاريخ 30 أبريل اللي هو الأسبوع الجاي إن شاء الله، تاريخ يوم الثلاثة. راح يكون في عندك الباور، اول شغله راح يكون ماينس 5، واول بوس راح تواجهونه اللي هو غورغوث اللي هو الاوجر اللي في كينج فول، وذا كارتيكر اللي في فوذ اوف ديسايبل اللي هو الانكاونتر الثاني. الانكاونتر الثالث راح يكون زورك مال روت اوف ذا نايت مير اللي هو الروبوت الكبال. الرابع راح يكون اتروكس 1 ديب ستون كريبت. هذيلي الوحوش الاربعه راح تواجههم الاسبوع الاول، راح يكون عليهم تشالنجات بنفس الوقت على اساس ان انت راح تخلصهم. وفي نفس الوقت في عندكم الاسبوع اللي وراه اللي هو تاريخ 7 مايو راح يكون فيه التشالنج الاسبوع الثاني. اللايت راح يكون ماينس مو 5، راح يكون ماينس 10 غورغوث كينج فول، وبعدين ذكر تيكر فو ديسايبل، بعدين زورك اللي هو مروت في ذا نايت مير الايلي، وبعدين اتروكس اللي ديب سون كريبت، بعدين الخامس راح ندخل عليه اللي هو الاوركس كينج فول. الاسبوع اللي راح يكون الثالث اللي هو 14 ماي راح يكون ماينس 15، راح يكون الاول والثاني والثالث والرابع مثل ما ذكرنا في السابق، والخامس. السادس راح يكون ري هولك. عندك الاسبوع اللي هو الرابع والاخير تاريخ 21 ماي راح يكون 20 ماينس لايت، كل اللي ذكرناهم اللي هو راح يكون غورغوث وكارتيكر، وبعدين زورك روتو ذا نايت مير واتركس ون، وفي عندك اوركس ري هولك ريفن لاست ويش، وبعدين نزرك نايت مير هانت روتو ذا نايت مير عفوا. هذا راح يكون كل اللي راح يصير في خلال 4 أسابيع من حسب تاريخ 30 ابريل راح يبلش الموضوع هذا. وفي نفس الوقت فيهم تشالنجات، ولا تنسون ان في حافز اللي هو الجود سلاير اللي هو التايتل طبعا اللقب، ولا تنسون ان بعد في لكم امبلمات راح تكون لهذا الجونتلت ريد حق البانثيون. هذه لكم انتم راح تكون المعلومات حق الدخول للريد وشنو معلوماته بشكل عام. طبعا راح تشوفون في جدول موضح قدامكم، هي هذه الشغلات تقدر تسوي بوز الفيديو تشوف على راحتك المعلومات كلها كاملة، وهذه اللي توصلنا له. وان شاء الله نراكم ان شاء الله في مقطع ان شاء الله جديد عن موضوع الريدات وشن راح نسوي، وراح نكون ان شاء الله مجهزين لهذا الموضوع. ويعطيكم العافية ونراكم على خير. يلا نراكم ان شاء الله في الجراند البانثيون الاسبوع الجاي، وإن شاء الله لكم التوفيق تحصلون اللي تبون وتتمنون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.